استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأبنبي الحداد على فضائية نورسات قدس الأب الدكتور حنة كلداني راعي كنيسة العذراء الناصرية الصوفية في حلقة جديدة بعنوان حديث في الصيام، حيث عرف الأب كلداني الصوم بأنه لقاء مع الله وانفتاح مع الآخر. كونوا معنا. أخلاقيات الصوم، فريضة الصوم، لماذا نصوم، تعليمات الكنيسة حول الصوم، ماذا ينبغي أن نفعل، لماذا نصوم الآن؟ الصوم هو إشارة إنسانية ومن الله لكي يقول الإنسان لنفسه ويقول للآخرين ويقول لله سبحانه وتعالى: أريد أن أتقدم إلى العزة الإلهية، أريد أن أضحي، أريد أن أشعر بالجوع، أشعر بالعطش. ففي كل الديانات موجود ترويض الجسد لتقوية الروح. نعم. الإنسان روح وجسد، وهذا الجسد متمرد في كل نواحيه. نعم. في كل مضامينه. ففي الصوم أنا أروض الجسد، وهذا المفهوم البسيط للصوم أو البدائي. نعم. ولكن الصوم هو لقاء مع الله وانفتاح إلى الآخر. هو المسيح في الإنجيل المقدس لم يعطينا قوانين محددة للصوم. صوم. نعم. لأنه ترك ذلك إلى عبقرية المؤمنين، إلى عبقرية الكنيسة عبر الأجيال. نعم. عبر الأجيال. وفي النص الذي ذكرته في عن متى، في متى، نعم، المسيح قبل أن يتكلم عن الصوم تكلم عن ثلاث مضامين سابقة، تكلم عن البر وعن الصدقة وعن الصلاة. نعم. يقول: إياكم أن تعملوا بركم بمرأة من الناس. نعم. والشخص الذي دعي بارا في العهد الجديد هو القديس يوسف. نعم. فإذا أردت أن تبدأ الصوم يجب عليك أن تنظر إلى هذا القديس العظيم، إلى مريم العذراء، وتتشبه بهم، لأن مار يوسف هو البار، هو الصديق في العهد الجديد. نعم. فمار يوسف بطاعته لله، في حبه لله، في صمته، في رزانته، في صلاته، هو مثال لهذا البر. ويقول: فإذا تصدقت، فإذا هنا كان تقول أنه صدقة واجبة مفروغ منها. نعم. ولكن يعطيك ظروف الصدقة. نعم. فلا ينفخ أمامك في البوق كما يفعل المراؤون. ثم يأتي إلى الصلاة: وإذا صليتم، كأن الصلاة مفروضة. نعم. ومفروضة في المسيحية وفي فرض الصلاة في العهد القديم وفي العهد الجديد. فلا تكونوا كالمرائين يحبون الصلاة قائمين في المجامع. نعم. ثم يأتي إلى الصوم. لماذا جعل المسيح البر والصدقة والصوم مقدمة؟ لا، جعل الصلاة، جعل البر والصدقة والصلاة مقدمة للصوم، لأن الصوم هو البناء الفوقي، البناء الخارجي الذي يجب أن يركب على هذه القواعد الثلاثة. نعم. إذا فقدت هذه القواعد الثلاثة اللي هي البر معناها إقامة العدل. نعم. إقامة الرحمة. نعم. البحث عن الصلاح في نفسك وفي الآخرين. نعم. تعزيز الحوار، تعزيز المحبة، تعزيز التآخي، البحث عن الخير العام، هذا هو البر. نعم. الغفران. الصدقة هو مشاركة الآخرين بما لديك، أنك تقول لنفسك: ما في يدي لي ولغيري من عائلتي، من المحتاجين، لمجتمعي. والصلاة هي التواصل مع الله، هي انفتاح النفس أمام الله بتواضع. نعم. بكافة أنواعها، بدءا من صلاة القداس إلى صلاة الأسرار المقدسة، المناسبات الدينية. نعم. إلى الأعياد، إلى الصلاة الشخصية، إلى صلاة المزامير، هي التواصل مع الله. عندما يبني في هذا زمن الصوم تبني هذه القواعد يأتي الصوم ويركب معها أو فوقها كمكمل للبر والصدقة والصلاة.